الله تعالى يقول عن ذي القرنين: حتى إذا بلغ مغرب الشمس، يعني أنا أفهمها أقصى نقطة تغرب فيها الشمس على الأرض من اليابسة وانتهى الأمر، وجدها تغرب في عين حمئة، وجدها تختفي وتغيب، هو عنه، هو وجدها، ليس أنها هي التي تختفي، لا هو وجدها، هو يراها هكذا، وجدها، العين تظهر ذلك. يعني نحن عندما ننظر للشمس نراها تدور، ولكن الحقيقة الأرض هي التي تدور. فالقرآن يصور لك ما وجده سيدنا ذو القرنين: وجدها تغرب في عين حمئة، في عين عيون مليئة بالعيون الحمئة المتدفقة منها البراكين، كما رأينا أمامنا موقع جوجل إيرث. ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. طبعا القصة طويلة، يمكن أن نخصص إن شاء الله حلقة لذي القرنين، هذا الرجل الذي آتاه الله يعني وسائل نقل متطورة ربما لم يصل لها البشر اليوم. كان لديه وسائل للنقل تسمى الأسباب، آتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، كان يتابع أسباب السفر والترحال من مكان إلى مكان، وكان لديه وسائل للوصول إلى هذه الأماكن البعيدة. أنا لا أرى في ليس فيها أي مشكلة علميا. أين التناقض العلمي؟ يعني ما هو الشيء الذي يخالف الحقائق العلمية؟ طيب لماذا تركزون على هذه الآية وتقولون إنها خرافات وأساطير؟ ثم إن القرآن يصور لك ما رآه ذو القرنين في ذلك في تلك المنطقة فقط. الإنسان عندما ينظر إلى منظر جميل يقول لك أنا أراقب غروب الشمس وهي تختفي وراء الجبل، انتهى الأمر، لا يعني أن الشمس دخلت في الجبل مثلا. يعني القرآن يصور لك هذا المشهد ويريد أن يقول لك هذه الآية فيها إعجاز، أنها وصفت لنا بقعة في أقصى الغرب لم تكتشف إلا حديثا ومليئة بالعيون الحمئة، مليئة. طيب إذا أنتم أيها الملحدون يعني ساعدتمونا على اكتشاف معجزة في القرآن، أنا لا أرى إلا هذا التفسير فعلا. يعني طبعا ربما هناك تفاسير أخرى، الله أعلم، يعني القرآن سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.